السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق بين القاعدة القانونية في التشريع والقاعدة القانونية في القانون؟ يعني ورود القاعدة القانونية في التشريع هل يعطيها صفة الأبدية الامتداد في الزمان والمكان؟ احنا اللي نعلمه أن القانون بيتغير مع الزمان واختلاف الظروف واختلاف الجغرافيا واختلاف المكان، ووجدت قوانين قبل وجود الشرائع السماوية تغيرت وتبدلت، قانون حمورابي، قانون صولون، قانون كذا قانون قبل وجود الشرائع أو في ظل وجود الشرائع كان في قوانين أخرى موجودة بيتم التعامل معها وإلزام الأفراد على تنفيذها. ثم جاءت الشرائع السماوية الثلاث ووضعت بعض القواعد القانونية التكليفية، زي الشريعة الإسلامية مثلا لما وضعت الحدود وأقرت عقوبات معينة للسارق والزاني، والعقوبات دي جاءت على شكل قاعدة قانونية انه الزانية والزاني، وبعدين في الآية الثانية السارق والسارقة، فهي جاءت مطابقة لمواصفات القاعدة القانونية من حيث العمومية والتجريد، ومن حيث ان هي بتنفذها السلطة العامة على مرتكب هذا الفعل. طيب، هل القاعدة القانونية التي وردت في الشريعة الإسلامية او في الشرائع السماوية بذاتها فضلت مؤبدة ومستمرة في الزمان والمكان؟ قولا واحدا لا، الشرائع نفسها اختلفت من زمن إلى زمن ومكان إلى مكان، وهذا ما أقره القرآن الكريم بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. يبقى إذن الشرعة والمنهاج تغيرت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. اليهودية على سبيل المثال كانت بتقر حد الرجم على الزانية أو الزاني، والمثل الشهير في المسيحية من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. يعني لما لقى في غلواء في التطبيق ولقى إن الفكرة إن سابوا الجوهر بتاع العفة والتجأوا للعقوبة في ذاتها، استبدل الحكم بإنه كل واحد ينظر إلى قلبه وتركوها. ولما لقى ان اليهودية مثلا على سبيل المثال بتعدد الزوجات الى اقصى مدى وبتطلق الى اقصى مدى، فجاء التشريع المسيحي بانه والله لا طلاق ولا تعدد. ثم جاء التشريع الاسلامي بان في طلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، وجاء التعدد عمله باربعة. يعني نحن نقر والشريعة نفسها بتقر بأنه الشرائع متغيرة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طيب، هل الشرائع بتكون رغم أن هي مصدرها إلهي واحد تتبدل بتبدل الزمان والمكان، ولا تتبدل وقفا كده أن الحق تبارك وتعالى ارتأى أن هذا الحكم في هذا الزمان؟ اللي هيقول كده معناها أنه الأحكام بتيجي مجردة من زمانها ومكانها، الأحكام بتيجي وكأنه لا إنسان موجود وينزل الحكم وبيحط الإنسان، وده ما حصلش، بدليل إن الأحكام اتغيرت حتى في زمن النبي أو نزل التدريج في زمن النبي مراعاة لظروف الواقع. يعني الخمرة تدرجت في إنزال الحكم عليها إلى أصبحت فهل أنتم منتهون، كان ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعد كده جاب الحكم النهائي. يبقى إذن درج الحكم، درج الحكم مش اعتباطي، درج الحكم لتعامله مع الواقع، لأن الواقع متغير والواقع متبدل، وبالتالي هو غير الحكم إلى أما البيئة والمجتمع بدأ يستجيب لفكرة إنه إن هذا الفعل منكر، قطع في النهاية بتحريمه.
كذلك وضع حدا للزنا ولم يقر حد الرجم مثلا وفق النص القرآني للزانية اللي كان موجود في التشريع اليهودي، فغير التشريع على الزاني وعملوا الجلد وليس الرجم للزاني المحصن، لأنه أفرد الزانية والزاني وما قالش أبدا المحصن أو غير المحصن. وبعدين في باب التفريد العقابي جه على الجارية الأمة وأفرد لها حكما خاصا بنصف ما على المحصنات من العذاب، يعني خلى الحكم بتاعها جزئي بنص العقوبة. يبقى إذن عمل في العلم القانون وعلم الإجرام والعقاب بيسموه التفريد العقابي براعة لظروف الشخص نفسه، بيئته، ظروفه، زمانه، مكانه. يبقى إذن التشريع في هذه الحالة تعامل مع الواقع وظروف الواقع. لما المرأة ذهبت تشتكي إلى النبي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ادلها حكم ما عجبهاش، لو مشت واخدته خلاص، إنما ما ادلها حكم ما عجبهاش. ما عجبهاش ليه؟ شافت إنه إن هي مظلومة، ففضلت تجادله أيا كان الحكم اللي هو اداه لها، إلى أن نزل الحكم الجديد اللي هو أقر إن هي مش هتبقى محرمة عليه حرما مطلقا، تحريما مطلقا، ولكن ادلها حكم آخر. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه كان أباح زواج المتعة، وبجميع الفقه الإسلامي لم ينكر هذا، أن زواج المتعة قد أبيح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل أمرين، أنه حرموا تحريم نهائي في النهاية، أو أن عمر بن الخطاب اللي حرمه، فلا خلاف فإنه كان حلال في الأول. أنا مش بجادل دلوقتي في زواج المتعة من عدمه، ولكن بجادل أنه في ظروف ومناخات معينة بتنتج حكم معين، ثم يتبدل هذا الحكم ويتغير في العشر سنين فقط. رسول الله السلام كان أحل لهم الحمر الأهلية ثم حرم عليهم الحمر الأهلية. يبقى إذن التحريم اللي كان، هل ينفع يكون الحل والحرمة في ذات الفعل دين مع بعض؟ يعني الحلال كم مرة دين والحرام كم مرة دين؟ مستحيل. يبقى القاعدة القانونية بطبيعتها تتغير بتغير الزمان والمكان واختلاف البيئة. طيب تعالى لما هو أشد، أحكام الرقيق. أحكام الرقيق في الإسلام أفرد لها الإسلام أحكاما، والفقه أفرد لها بابا، ولكن أحكام الرقيق في الزمن ده أصبحت جريمة. الإتجار بالبشر أصبح جريمة، فأنت لما هتتاجر بالبشر أنت أصبحت مجرم. ما ينفعش تطبق الأحكام الإسلامية على الرقيق، لأنك أنت بالضبط كده زي اللي بتتاجر في المخدرات، ده بل هو أدهى، أنت بتتاجر في نفس إنسانية، فمتاجرتك في نفس إنسانية أصبحت جريمة، وبالتالي الأحكام اللي أنت هتقولها لهم هي جريمة في ذاتها. يبقى إذن هذه الأحكام القانونية والقواعد القانونية التي وردت في التشريع رغم ورودها في التشريع لا تعني تأبيد الحكم. طيب هل يعني ذلك أن نكره الواقع أن يتغير فنغير الحكم؟ ده كلام اسمه قلب الحقائق. يعني الحكم طول ما الوقائع شغالة والمناخات الثقافية والاجتماعية والسياسية والظرف لم يستدعي تدخلا تشريعيا، بتفضل القاعدة شغالة، وإلا القوانين التعسفية اللي بتعملها أي دول شمولية لما بتبدأ مثلا تمنع وتمنع 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 وتمنع، وبعدين يحصل تغير، يوم يحصل إيه؟ يوم يحصل مسح وتجاوز لكل القوانين التي وردت في الفترة اللي تم فيها الأحكام. ليه بيحصل كده؟ لأنه الأحكام نزلت على الواقع لتغيره إكراها، مش الواقع مهيئ أنه يتغير. انت ممكن تفرض قاعدة قانونية لتغيير واقع معين، ولكن لازم تراعي في هذه الحالة التدريج، لازم تراعي ظروف المجتمع. انما لو جبت اوردر مباشر
المجتمع مش هيعرف يطبق القاعدة القانونية اللي انت عايز تعملها، فيحصل فيه تنافر، فيحصل، فانت ما بتتعسفش في تغيير الواقع لتتغير الاحكام، لا، الظرف نفسه تغير فتغيرت الاحكام. وده اللي حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم بتغير الاحكام في الزمان والمكان الواحد، واللي سموه بعد كده الناسخ والمنسوخ، وهو لا يعدو الا ان يكون تغيرا في الظروف التي ادت الى نزول الحكم الاول واستبداله بحكم اخر، من غير فكره بقى ناسخ ومنسوخ ولا اي شيء، هو بس حصل تغير في 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 الظروف التي ادت الى صدور حكم اولي فانتج حكما اخر.